داري يا عالفصلان تبقى مخطط لحاجة التنين وفجأة يروح حد مكلمك يقولك ده انت في معاد انت نسيت. المشكلة ان انا الحمد لله بفضل الله ربنا يكرمني ويبارك لي ويبارك لكم ويهون عليا وعليكم بشطب شقتي ويرزق كله بيتفرج ان هو يتجوز. العمال مطلعين عين. النهارده كنت هوريكم الديزاين بروسيس بتاعي بعمل ايه لما باجي ابدا ديزاين للوجو او لاي حاجه ايا كانت ايه. في ناس طيبين ربنا يحفظهم يعني بيبعتوا لي يقولوا لي ممكن تكتب لنا اسمنا بالجرافيتي ومش عارف ايه. ممكن بس مش بشتغل لله وللوطن وخصوصا للوطن. لف وارجع تاني. شفتيش اللقطه بتاعتك في الفلوج بتاع امبارح صح؟ طيب العمال لسه ما خلصوش بس انا كنت متفق على ايفنت من زمان قوي مضطر ان اروح فهاكل بطير ونبقى نعمل الفيديو بتاع الاسلوب الديزاين بتاعي او البروسيس بتاع الديزاين بتاعي ده يوم تاني ان شاء الله. وامي واقفه هنا ومش مستغربه اللي انا بعمله فده في حد ذاته انجاز. شرب احمر باتمان حلال عادي. طيب انو الجدل وانا موجود في الايه في الثيرد بالظبط. انا الحمد لله مبسوط جدا من الكومنتس ومن تشجيع الناس اللي بتبعت لي رسائل. انا ما كنتش متخيل الناس هتتبسط كده خالص الحمد لله. كنت حاسس ان الفلوج هياخد وقت مني كتير قوي ومجهود كبير قوي ومش هقدر اكمل. كنت كلمت واحد صاحبي فنصحني قال لي خلي لنفسك مايلستون ان انت تفضل تفلوج لمده اسبوع متواصل. الحمد لله النهارده الفلوج رقم 7 الحمد لله. شكرا هستمر ان شاء الله ويلا بينا. طلبه ثانويه عامه طلبه لسه مخلصين ثانويه عامه المفروض بيمتحنوا دلوقتي انا مش عارف الصراحه. المهم يعني وهيخشوا الجامعه فانا هروح عشان افجر لهم افكارهم. اقول لهم يا جدعان اي حاجه تعرفوها في حياتكم سواء جو كليات القمه ده فاكس لازم اسمع كلام ابويا وامي وادخل الكليه اللي هم عايزينها ده فاكس. جو ان لازم اخش هندسه عشان اطلع مش عارف ايه ده فاكس. اقول لهم الكلام بتاع الغيره اللي انتوا عارفينه ده لو مش عارفه ممكن تخش في الفيديو ده. هحاول اساعدهم ان هم يعرفوا هم بيحبوا ايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي طريق. It's my vlog. اقول لي ممنوع الكاميرا؟ طب ما انت مش لازم تبقى حاططها في وشه كده فاهم اللي هو انا بصورك يعني وتمسكها عادي اكنك ماسك حاجه في ايدك. دلوقتي في ديليما يعني تربايه. انا متاخر جدا على الايفنت عشان حوار البيت والمغرب جدا. اصلي الاول ولا اطلع اتكلم وبعد كده اصلي؟ طب انا عايز اصلي المغرب ينفع؟ خلعت عشان اصلي الحمد لله. عاش الحمد لله. طبعا انا بصور موبايلي عشان سبت الكاميرا فوق والموبايل كاميرته وحشه قوي مش كده قريبا. ايه رايك؟ بصوا حازم ده اجدع صاحب في الدنيا. طب احنا مش هناكل طيب ولا انت جايبني بتحور؟ عشت جدا. حد عارف الشاب ده؟ ده علي طالباب. ايوه من اجمد الرابرز. رابرز بالظبط. عشت هو ليه شويه سحالات كده مفهومه؟ بس ده ملوش يعني. مستقبل وانت كده مش هتوصل وده غلط ويبقى معاك شهاده اساسيه وبعد كده اعمل اللي تعمله. انا داخل حقوق انجلش وعربي انا مش بحب ده خالص. اللي انا ابدعت فيه وحسيت ان انا عملت فيه حاجات كتير المسرح. الكلام حضرتك اثر فيا لان انا عايش بده دلوقتي. انا ده اللي انا بواجهه مع اهلي في البيت. ريسبكت جدا لحضرتك. البطل المسرحيه بتاعتي اسمه حازم. ده عشاني ولا لا هو مش عشانك. عشان في طفل صغير قابلته ده اكتر حد اتاثرت بالقصه بتاعته جدا. هو كان اسمه حازم. نايس. ده اسم الدقي. احنا مش لاقيين العربيه دلوقتي انا مش عارف ازاي يعني بس سو ويرد. ممكن اكون الناحيه الثانيه. عموما هو ده شارع التحرير. طبعا انت تيجي تستلم الحاجه اللي انت دافع فيها كتير وتلاقي قرف. This is Egypt. من الواضح ان هو ده الثيم بتاع الفلوج ده.
الفلوج ده كان اصعب فلوج اعمله لان اليوم كان مجهد جدا جدا جدا. كنت عامل ان انا اصور كونتنت معين والحوار ده قلش خالص، وعندي ميعاد بكره الصبح الساعه 10 ولسه همنتج. يعني الساعه دلوقتي 11:30 عش، بس الكومنتس بتاعتكم والتشجيع بتاعكم جامد قوي. بس مش عارف امنتج من صوت الكلاب، حسبي الله ونعم الوكيل.